السلام عليكم اخواتي، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. اليوم غنتشارك معكم كيف ما كتشوفوا معايا لي كوب كيك، كيجيو منفوخين وكيجيو اسفنجيين اكثر من رائعين. ودابا غنفتح معكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها، بصراحه كتجي اسفنجيه. وغنقسمها، صراحه راه كيجيو لذاد وكيعجبوا الوليدات الصغار، فحضروهم لوليداتكم. وكنتمنى الفيديو ينال الاستحسان ديالكم، ولا كنتو من الناس الجداد اللي يلا التحقوا بالقناه فضغطوا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، ومرحبا بالجميع معايا. دابا نتعرفوا على المقادير ديال لي كوب كيك. عندي 3 د البيضات من الحجم المتوسط، عندي واحد شاسي ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 7 غرام، وعندي جوج شاسيات ديال الفاني، وعندي كأس إلا ربع سكر سنيدة، ونصف كأس ديال زيت نباتية، وعندي ملعقة ديال الخل، وطريقة ديال الملحة، وعندي الطحين على حسب الخليط، ممكن جوج ديال الكؤوس وممكن حتى الجوج ونص، المهم على حسب الخليط. وهنا عندي حبيبات الشوكولات. ودابا غناخد 3 ديال البيضات ونضيف سكر سنيدة كأس إلا ربع، ونضيف نصف كأس ديال زيت نباتية، ونضيف جوج شاسي ديال الفاني، ونضيف الملعقة ديال الخل، والطريقة ديال الملحة. هنا دفق ليا شوية ديال الخل. ودابا نضيف نصف كأس ديال الحليب. فبالنسبة للبيض مع الحليب يكونوا واخدين درجة حرارة المطبخ. صافي غنوضعهم غنطربوهم. كنخلط العناصر اللي عندي. ودابا بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان، صافي غنصبو هنايا في هاد البول. ودابا غناخد الخميرة ديال الحلويات مع الطحين، غنضيف شاسي، صافي ونبدا نحرك الخلاط اليدوي. ونبدا نضيف الدقيق بالتدريج، فعندي الطحين فورس، بصراحه غير جربوا هاد لي كوب كيك، فهاد الطريقه مضمونه كيجيو رائعين. فهما كيعجبوا الوليدات الصغار. فهاد المقادير كتاخد لينا جوج ديال الكؤوس حتى لجوج ونص ديال الطحين.
صافي غنكتفي فجوج كؤوس ونص، بقى منهم واحد شويه. صافي كنخدمو مزيان الخليط ديالنا. صافي كيكون هذا هو الخليط ديال لي كوب كيك، هذا هو القوام ديالو. ودابا نبدا على بركه الله. عندي هنايا المول ديال لي كوب كيك مع هاد القويطات ديال لي كوب كيك. صافي غنبدا نعمر، غنبدا نعمر هاد لي كيسات ديالنا. نبدا نعمرها بالملعقه، فحنا كنخليو الربع نعمرو ثلاثة ديال الاربع، ونخليو واحد الربع فاش يتنفخو لينا لي كوب كيك. صافي نستمر وانايا كنعمر بهذه الطريقه. فغير جربوا لي كوب كيك، فانا متاكده انهم غيعجبوكم وغيعجبوا الوليدات. صافي نستمر حتى نعمرهم كلهم ونرجع معاكم. ودابا كملت، عندي حبيبات الشوكولات غنزينو بهم، والتزيين كيبقى لكم اختياري، تزينوا باش ما بغيتو. صافي غندخلهم للفرن مسخن من قبل على عافيه مهيله حتى يطيبوا من الفوق، وردوهم لتحت يطيبوا يتحمروا لنا ونخرجوهم. ودابا بعد ما طابوا لي كوب كيك ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، بصراحه كيجيو رائعين، كيجيو منفوخين وكيجيو لذاد كيف ما كتشوفوا. وهذا هو الشكل ديال لي كوب كيك ديالنا، بصراحه كيجيو زويونين باقين سخان. صافي كنقدموهم. في الطبق ديال التقديم بصراحة شكلهم رائع، فاللي ما كينجحوش ليها لي كوب كيك غير تبع هاد المراحل، تبع الطريقه اللي عطيتكم وغايجيوها زويونين. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي كوب كيك ديالنا، بصراحه كيجيو رائعين وكيجيو لذاذ كيف ما كتشوفوا معايا. غنفتح معاكم وحيدة، بصراحة كيجيو رائعين كيف ما كتشوفوا معايا، اسفنجي
صراحة كيجي اسفنجي ورائع. وانتم كيف ما كتشوفوا بصراحة كيجي روعة وكيجي اسفنجي ولذيذ. فاللي ما كينجحش لها غير تجربوا بهذه الطريقة، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو باش تعم الفائدة. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي كوب كيك ديالنا، فجربوهم بصحتكم وراحتكم. وما تنساوش اللي عجبكم الفيديو ضغطوا لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. ودابا كنقول لكم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء بإذن الله.